من جانبه دعا المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إلى ضمان سلامة المواقع النووية، متهما أوكرانيا بمحاولة استهداف محطة زابروجيا النووية وإلصاق التهمة بموسكو. من البداية ونحن ندعم جهود الوكالة الدولية لضمان الأمن والسلامة النووية للمرافق النووية في أوكرانيا، واعتقدنا أن المدير العام جروسي وركائزه السبعة ستكون في محور الوثيقة الثلاثية بين الوكالة وأوكرانيا وروسيا، ولكن النظام الأوكراني رفض التوقيع على هذه المذكرة. أبدينا مرونة ووافقنا على عقد اتفاقيين، الوكالة مع روسيا والوكالة مع أوكرانيا. أوكرانيا رفضت هذا أيضا دون إبداء حجج منطقية وراء هذا الرفض، ولكن الفكرة واضحة لأن حتى ذلك وكييف تخطط لإصابة المحطة وإلقاء اللائمة على روسيا في هذا الخصوص. وأؤكد لكم أننا سنبذل قصارى جهدنا للضمان. أنا ممثلي الوكالة، يمكنهم أن يروا الوضع بأم أعينهم.